الجلسة العامة المحكمة الإدارية وهي جلسة قضائية، خطر عندنا جلسة عامة استشارية، مسائل استشارية، واللي تهمنا نحن هي جلسة العامة القضائية، هي أعلى تركيبة قضائية في القضاء الإداري، والشبيه نتاعها في القضاء العدلي هي دوائر المجتمع. وكما في القضاء العدلي تلم كبار القضاة في المحكمة الإدارية، تلم 27 قاضي وقاضية، منهم العشرين اللي يترأسوا كل الدوائر التعقيبية وكل الدوائر الاستشارية والاستئنافية، ومعناها عندها سلطة قانونية ومعنوية ورمزية، هي الأعلى في التنظيم في القضاء الإداري. وقراراتها مبدئيا كما القرار نتاع عبد اللطيف المكي لا تقبل أي، هي تصدر قرارات نهائية وباتة ولا تقبل أي وجه من وجوه الطعن، واتصل بها القضاء واكتسبت الحجية المطلقة. معناها حتى حد ما تنجم يمسها، ولو الأمم المتحدة ما تنجمش تنال من هذا الحكم. في قضية الحال في علاقة ب هل ربما الجدل نجم يكون بين الأقضية، المحكمة الإدارية ترجع السيد عبد اللطيف مكي للسباق الانتخابي، لكن متعلقة بقضايا جزائية في علاقة بالتسكيات، والقضية ذي اليوم حكمها ابتدائي، مازال الاستئناف ومازال التعقيب. لو نفترض أنه صدر قرار أو استؤنف هذا الحكم ثم أصبح حكم بات بعدها، هل هذا سيؤثر على المسار الانتخابي؟ يعني نجم الهيئة المستقلة للانتخابات تسحب عبد اللطيف مكي من السباق الانتخابي بسبب القرار الجزائي العدلي، بمثلا فرضا بأنه ثم تدليس للتسكيات؟ القرارات اللي تصدرها الهيئة الانتخابات هي قرارات إدارية، ودليل في ذلك أن في جميع قراراتها بتجاوز السلطة أو في الانتخابات يطعن فيها أمام القضاء الإداري. إذن هي قرارات قضائية، قرارات إدارية، ولا يبت فيها القاضي العدلي وإن كان قاضي جزائيا. بدليل مثلا نعطيك الدليل القانوني نتاعي، فما قانون تو نحكيوش عليه من بعد، هي قانون تنازع الاختصاص بين القضاء العدلي والإداري، وانت بدك تألت بليك قلت لشي خليل كي تبدا تعارضات بين القاضي العدلي والقاضي الاداري، انا هو الجهاز التحكيمي، فما جهاز تحكيمي في تونس وكان الناس ما يعرفوش مجلس تنازع الاختصاص، القانون بتاع 96 جوان 96 قانون تنازع الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء الاداري، وارساء هيئه فصل في التنازع بين القاضي الاداري والقاضي العدلي. فما فصل يظل الفصل 7 يقول ولا يجوز للقاضي العدلي ان يمس من القرارات الاداريه، إذا ما ينجمش يمس قرار ترشح أبدا القاضي الجزائي أولا، وثانيا القاضي الطبيعي والأصلي في مادة الانتخابات وخاصة في الترشحات، وكما قال سي خليل فصلان 46 و47 هو الذي يبت في قائمة المترشحين، حتى إن تدخل فرعيا القاضي الجزائي فلا يمكن حسب رأينا ما يولي إشكال هام إلا ما يولي بات، والحال أنه توا مازال الحكم ابتدائي، مازال الاستئناف ومازال التعقيب، إذا لن نطرح جديا هذا الإشكال إلا بعد صدور الحكم البات. هذه من ناحية من ناحية أخرى فما حاجة زادة اليوم ثبت فيها والله اكتشفتها والفضل لكم. شكرا. أنه حتى كان صدر الحكم سي شاكر مبدئيا ما عندوش مفعول رجعي، ما يولي معناها نافذ منع ترشح إلا في الانتخابات القادمة، ودليلي في ذلك أن فقط معناها المنطق والأمان القانوني واستقرار القانوني، لخاطر نتصوروا تو مثلا 6 أكتوبر صارت الانتخابات ومترشح وقع إرجاء من قبل القاضي الإداري علي ولا عبد الصمد أون سون فيش، وليت أنا رئيسة الجمهورية، أنا وليت رئيس الجمهورية، ويصدر الحكم التعقيبي النهائي بعد الاستئناف، ويصدر تعقيبي ولا يصدر في فيفري 25، شنو اللي نتنحى أنا رئيس الجمهورية؟ إذا هذا ما نجم يسري كان المستقبل، وهذا المنطق. ودليلي الإضافي في ذلك ركز معايا الفصل 163 من مرسوم نتاع سبتمبر 2022 يصدر قيس سعيد يزيد يدق المسألة هذه فيما يخص المال الأجنبي الفاسد بخصوص محكمة المحاسبات، شو يقول الفصل 163؟ ويفقد المترشح المتمتع بالتمويل الأجنبي ومجهول المصدر أدويته بالمجلس المنتخب ويعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات ويحرم، ركز معايا، وجوبا من الترشح لانتخابات قادمة من تاريخ صدور الحكم بالإدانة. إذا منطقا الأزمنة القانونية ما تخلطش على بعضها، وبالضرورة الحكم التعقيبي البات لن يصدر إلا بعد الانتخابات. اللهم ما بدنا نرى في العجب في تونس يكون يصدر حكم ابتدائي واستئنافي قبل 6 أكتوبر وقتها يطرح إشكال. هذا الإشكال لو صدر نفرض جدلا أنه مشيت القضية تم استئنافها تعقيبها خرج حكم البيت قبل 6 أكتوبر
وقتها لا وقتها نهجوا الكل من البلاد، الكل من البلاد نهجوا الكل. معناها فرضية أنت مستبعدة بالنسبة لك أنت. مستبعدة برشا، وحتى كان صارت، حتى كان صارت أون سيبوز صارت. أي سيدي العلوية تو بالنسبة لي تبقى القاضي الإداري، وفي جميع الحالات وبصفة احتياطية جدا يجب عرض الملف على مجلس تنازع الاختصاص الذي يقول في فصله أظن السابع الرابع يقول لك جميع تنازع الاختصاص بين القاضي العدلي ومنهم القاضي الجزائي والقاضي الإداري تطرح مسألة الاختصاص من له الأسبقية والعلوية أمام مجلس تنازع الاختصاص اللي يتكون من 7 أعضاء، رئيس الأول المحكمة الإدارية أو الرئيس الأول محكمة التعقيب بالتداول، وثلاثة إداريين قضاة إداريين وثلاثة قضاة عدليين. إذن أنا بالنسبة لي ذوقا وقانونا وتوازنات ومنطق سعيب برشا باش يقع النيل ولو بحكم جزائي بات من ترشح علي ولا أي تونسي مترشح للرئاسية وقع رجعه للسباق الرئاسي من قبل حتى وان ثبت عدليا انه ارتكب مثلا تدليسا او تزويرا، حتى وان ثبت عدليا ذلك. انا فرضيه سي شاكر لو صدر الحكم الاستئنافي والتعقيب قبل 6 اكتوبر معناها باش يصدروا فيه 4 اسابيع يصدروا هذوما الاحكام. قلت لك مبدئيا العلويه للقاضي الطبيعي على خاطر فما حاجه اخرى زاد بالمنطق كونه كي انا قلت زيد الزيادي وقع قبوله من اعلى قاضي انتخابي الجلسه العامه، ومن بعد انت تجي تعمل له قرار انا هبطت في ليكيب ناسيونال وانت تعمل له قرار منع من الدخول للملعب، افرغت حكمي من مضمونه وكانك اون فان كونت كانك نقضته من ناحيه النتائج كانك نقضته. وفما حاجه اخرى نحب ناكد عليها شي شكل. اي تفضل. طبعا بعد اذنك. طبعا تفضل. الفصل 161 كان اخر فيه الشيخ خليل راه ما عطيناش حق، شفنا نحن في الاحكام السجن هذه نتاع التزكيات ما ثبتناش بالاساس القانوني، راهو إليا أبوار مونجي عندك ما تحكي ما تحكي. الفصل 161 يحكي على زوج مفاهيم اساسيه ومنها يقع التتبع نتاع زيد الزياد، وهي مساله الناخب ومساله المترشح. مساله الناخب نعاود ناكدها تختلف عن المزكي. المزكي نجم ما يمشيش ينتخب، الناخب ينجم ما يزكيش، والمزكي ينجم يزكي احمد السواب وينتخب شاكر بشباس. سنرينا بوا ودايور باش نفهم الناس، ديما انا نحب الكره ونحيي محمد الجويلي اللي ديما فاهم بالكره في السوسيولوجي، كاينه لو ستاتو بالكره حتى في الرياضه النسائيه عندك جوار لاعب اساسي وعندك رومبلاسون. الرومبلاسون ينجم يولي لاعب اساسي واللاعب الاساسي ما عادش ينجم يولي رومبلاسون، دو ستاتو جوريديك ديفيرون. واثنين حتى فعل الناخب وفعل المزكي بينهما في الزمن اكثر من شهرين اولا، وثانيا حتى كان عندنا حكايه الناخب وقلنا مثال ينطبقوا على المزكي، راهو النص صريح مجال تطبيقه واضح لا ينطبق على كرة الا على كرة القدم، ما نجمش يطبقوا على كرة السلة. ضرورة ان الفصل 161 قال خلينا نقرا الفصل خرجته باش نقراه لكم. يعاقب بالسجن من سنتين الى 5 سنوات. لا مش المعاقب، شفت شديد المساله الثانويه ركز معايا. نمشي لك الى مساله الناخب المستفيد من العطاء. لا 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 سيدي، وتقري المحكمه وجوبا في هذه الحاله بفقدان المترشح، انا مترشح في انا كره قدم ولا كره سله، شو تقول القانون؟ لعضويه مجلس نواب الشعب وحرمانه، اي تعود للمترشح في الانتخابات التشريعيه وتحديدا مجلس نواب الشعب. مجال تطبيق القانون هذا ما يهم كان الانتخابات التشريعيه ولا يهم لا الانتخابات البلديه ولا الانتخابات الرئاسيه، ومجال تطبيق القانون يهم النظام العام ويتعي عن القضاء على القاضي إثارته ولو تلقائيا. ولا أظنه أنه باش يتعدى الحكم هذايا والأحكام المماثلة في الاستئناف، ومن باب أولى وأحرى حراس القانون وهم قضاة التعقيب في القضاء العادي.